المشروع بتاعنا بارت تايم جرين شيف. الفكره الاساسيه من المشروع ده ان احنا عندنا محرك غالي، بس بتاعنا هيتحرك بس هيتحرك كهربيه، وده هيساعد المريض اللي هو يتحرك في اي مكان وهيتحدى اي عوامل تقابله اللي هو مش السلالم او اي رصيف اللي هيقابله. ده هيخلي المريض اللي هو يتحرك بدون اي يبذل اي جهد ليه، جهد عضلي. ودي اللي هي الفكره الاساسيه من المشروع، خلي المريض كمان هو يعتمد على نفسه في اي تحرك ليه، وبالتالي دي بتفتح حاله معنويه من المريض وبتخليه يتحرك في اي مكان. كمان احنا عندنا المشروع بتاعنا الناس اللي هي بتستخدم المشروع، الناس اللي بتستخدم الكرسي ده، الناس اللي اما الناس اللي عندها شلل، اما اللي عندها بدر في فخذ الفقر، لإما الناس اللي عندها التهاب في الأعصاب أو في المفاصل، أو الناس اللي عندها اختلال في الأذن. كمان المشروع بتاعنا اسمه باور كلايمنج ريتشير. باور ليه؟ لأن إحنا بنستخدم ريكورد باور راسل زانية 48، فبالتالي دي بتوفر المجهود العضلي اللي المريض اللي هو هيبذله. كمان كلايمنج اللي هو الكرسي هنتحرك اللي هو هيبقى السلالم. والفكره في المشروع بتاعنا ده الكلايمنج اللي احنا صممنا جهاز بحيث اللي هو يكون ليه زاويه، الزاويه بتاعته اللي هو على السلالم دي اللي هي الزاويه دي، لما جينا نمسك الزاويه دي حسبناها من خطه الوقود المصري شوف السلالم في مصر. لما جينا نمسك الزاويه بتاع الكرسي بتاع بيها السلم طبقا للكود المصري في الخرسانه، لقينا عندنا السلالم بتتقسم للقايمه والنايمه. القايمه عندنا 15 سنتي والنايمه 30 سنتي. فلما جينا نمسك الزاويه بينهم والتاني زاويه بينهم لقينا الزاويه ب 26 درجه، وعشان كده احنا صممنا الكرسي بالزاويه دي عشان اللي هو يقدر يطلع السلم. كمان لما جينا هنا نفس لما جينا برضه التصميم بتاع الكرسي بتاعنا جينا نفس العرض بتاع الكرسي الزاويه 26 درجه. ايوه عشان العيال عندنا اي باب بيبقى من متر لمتر 20، الابواب الصغيره اللي هي مش الحمام او المبط بتبقى من 80 ل 90. فاحنا عملنا العرض بتاعنا اللي هو 50 سم اللي هو بحيث ان هو يقدر يخش في اي مكان، وده هيتحرك بدون اي عائق يعني. كمان بنكمل ولا انا بس اني اجيب الحركه بتاعتك خلاص. احنا عندنا كمان في التصميم بتاعنا بتاع الكرسي قسمناه جزئين، جزء ميكانيك وجزء الكترونكس. جزء الميكانيكس اللي هو جينا قسمناه اللي هو في التراك سيستم، وفي حاجه كمان اللي هو جزء التكتيك الميكانيكي، وجزء الالكترونكس اللي هو المسؤول عن اللي هي الدايره المسؤوله عن حركه الموتور. دي مش هننساش معاك. لا انا عايز اخد منك كده يعني عشان سيبك عشان انا جنبك عشان يبقى الموضوع كده. انا قلت يا ماما ده اول جزء خالص في الجزء اللي جاي. ثاني جزء اللي هو البلس اللي احنا استخدمناه اللي هو سنجل سايد بلس، الطول بتاع البلس بتاع البلس 2 متر مش فاكر تقريبا الاسكريبتات عشان يمكن على المفروض البلس يكون لازم يبقى ديربل ويستحمل الكرسي الوزن بتاعه كده. ثاني جزء استخدمناه جزء البوليس، البوليس احنا استخدمنا 8 بوليس، 3 على الجزء ده والجزء الناحية التانية. البوليس الكبيرة الدايمتر بتاعها تقريبا كان 14 سم تقريبا، الثيكنس بتاعها 5 سم. والبوليس الصغيرة يعني احنا بنعملها كده في الجزء ده ليها فايدة انها الكرسي طالع السلم بتزود الثبات بتاع الكرسي وهو طالع السلم. يعني بتبقى بين البولي دي والبولي الثانية بقى في بينهم سبيس بينهم درجة في النص، يعني البولي الصغيرة دي بتثبت الكرسي على الدرجة اللي هم فيها عشان يقعد.
دي استخدمناها مع الدي اس بي، استخدمنا الجير بوكس. الجير بوكس اللي الريش بتاعها استخدمناها من 21، ال 21 الريش دي بتعمل حاجه. اولا بتقلل السبيد بتاعه الدي اس موتور من 440 ريش درجه ل 22. ثاني حاجه انها بتعمل سيلف بريك للموتور وطالع الكرسي وطالع السلم. يعني لو كرسي مثلا وطالع السلم من الدحلق مثلا من البار فاصل لاي سبب من الاسباب، الكرسي مش هيقع. يعني مفيش بقى لو البار فاصل الكرسي مش هيقع، ده كده مش هيسبب اي اذى ومش هيقع من على الكرسي. بعدين استخدمنا اثنين جيل، واحده اثنين اربعه ستة جيل، اربعه كبار اثنين صغيرين. اثنين صغيرين متوصلين على الجيل بوكس واربعه متوصلين على الجيل. ده بالنسبه للجزء اللي هو الموبيليتي بتاع اللي هو المسؤول عن الموبيليتي بتاعت الفيشر. تاني جزء الميكانكس اللي هو الجزء بتاع التلتنج ميكانكس. التلتنج ميكانكس ده بيظبط البوزيشن بتاع الكرسي وهو طالع السلم. يعني اول ما الكرسي بيطلع السلم طبعا بيكون مالي، فاول ما بيطلع السلم التلتنج ميكانكس بيظبط الكرسي ده بيخليه في وضع هوريزونتال عشان الفيشر ما يقعش. الجزء التلتنج ميكانكس بتاعنا بنقسم لجزئين، اللي هو الباور سيستم والدي سي موتور. الدي سي موتور ده برضه بياخد 24 فولت تقريبا كان 89 بديشن درجات. الباور سبرو الفانكشن بتاعتها انها بتحول الايموشن من السيركل موشن ل دايما بتخليها لينير موشن، ده دايما بيخلي الكرسي ده وانا طالع السلم دايما بيخلي في وضع ده بالنسبه للجزء الاول. بس الكلام احنا ليه اخترنا الشمس هو اصلا مش موجود في الجزء الجزء الثاني اللي هو الجزء الثاني اللي هو عملناه في
بيسكسل بيسكسل الميلان يجيب الهيرب والشامبو ايه اول حاجه كنترول البرايمري ريدكشن ماشين اول حاجه حددناها المحركات اللي احنا بنتكلم عنها المحركات السريعه اللي هي القيام من ورا والفيلم ده اللي في الشمال والمحركات الثانيه اللي هو ماشي قدام مثلا يبتدي تدريج كده يمين وشمال وعكس كل مره اول حاجه هو السبيد اول حاجه عملناها اللي هي عملنا دايره عباره عن كمبيوتر وموتور كنترولر السبيد اولا السبيد ايوه انا قصدي كده اقل ضرب حاجه من كده اقل ضرب مش عارف حاجه بس هو مش الدور اللي مش عارف كده انا لو رفعت من ورا ايوه اقل ضرب عشان في الارض حد سعر الدور حاجه كده على مش حاجه خالص اوكي مش بتشتغل على الجدار خلاص لا مش بقى دين العقد اللي احنا عندنا كلها بالنسبه لكل حركه زي الاثنين الاثنين مركبين على الدماغ كل حركه هي بالنسبه لواحد بقى غير في الاتجاه صوره المنظور بطلع كل الحركه دي معاك عامل نفس كلها عن طريق دايره المايكرو طبعا هي دايره اول حاجه اللي بنسبيش كنترول احنا عملنا كونسول سيميليشن اول حاجه اللي بنسبيش كنترول كونسول سيميليشن سيجنال اللي عباره عن سيجنال ليها بيريد معين ديوت سايكل ديوت سايكل اللي بقى بتبقى فيه الموتور كوم انا بتحكم في الوقت ديوت سايكل ده اللي هي خلي الموتور كوم يعني خمسة عالي فبقى بتحكم بسرعة الموتور السايكل اللي بحكم فيها عن طريق المايكرو كنترولر تاخد فيه من فورت انالوج لفورت كنترولر بغيره الفورت انالوج ده بحوله ديجيتال ثم الديجيتال دي بحكم فيها الفيلد ديوت سايكل فبالتالي عن طريق الكنترولر بقدر اغير في السرعة بتاعت المطير معايا تاني حاجة الدايركشن استخدمنا أول حاجة أربعة أشهر أربع زراير كل زرار بيحدد اتجاه معين من أربعة سنين كل زرارين مع بعض بيحددوا لي الاتجاه من الاتجاهات الفرعية بتاعتنا ده كله طبعا امبيدد في المايكرو كنترولر بيتوصل للبوش بوتن والكنترولر بتاعه ده بالنسبة لأول جزء اللي هو الكنترول على الكرسي تاني جزء اللي هو التكنيك السنسور أربعة كيلو الأول بس أقولها إن بانو بريكشن كان معمول قبل كده بسنتين قبل كده الأول خالص كان معمول كنترول بتاعه ميكانيزم كنترول بأي اتجاه الشهر بعد كده عملوا جوستيك مش عملوه مش اشتروه من بعض مش ميكانيزم ده ميكانيكا هيدروليك ولا ميكانيكا اللي بيشتغل لا كان ميكانيكا بتاتش بتاتش هو موتور واحد وبيبقى بيتحرك شمال ويمين وعلى حسب الدرجه اللي انا بحيي حضرتك حرب تبيعها حرب بس في المشروع اللي بعد كده اشتغل جويستيك من بره جويستيك لو كنترول سبيك تشارت احنا عملنا فكده عشان نعرف نوصل للدرجه كده نعمل كذا مرحله اول مرحله وصلنا لها كان بتحط لها الاتجاهات مع السبيك الاتجاهات عملناها بالبشر والسبيك كان برضه سبيك كل ده عشان نقدر نوصل للعالم الجوستي في اول مرحله لا دي كانت اول مرحله عشان نوصل للعالم الجوستي اللي احنا هنعمل جوستي بالبطن بس احنا طورنا فيه وصلنا للعالم الجوستي كان مطلوب من الاول كنا نتكلم عن الموضوع ده كنا نشوف الدرايفرات اللي بتنفع للمواتير درايفرات المواتير بتكون الاتش بي اتش بي زي ما انت شايفين في الاول المحاسبه كانت اربع تبات فحسب الفتح التبات مين فيهم بيحدد اتجاه الموتور عن طريق تحديد اتجاه الطيارة
ومثلا دخلت على واحد على من ايه واحد وهنا زيرو فبضحك بفتح التب ده وفتح التب ده فبحب التغير كده فبيه خد اتجاهه اذا غيرت المزيج الواحد من واحد زيرو فبفتح التب ده وفتح التب ده وفتح التب ده فبيغير اتجاه بدون اتجاه عكسي. حاضر ده طبعا عندنا موديلين فطبعا عملنا دول اتش بوكس فالحبارة المشكلة في التبات انها بتسخن 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 التب اللي هي الباترونز اللي هي الباترونز اللي بتسخن التبات والمدرات موتورز او مش عارفين جديد زبرا وهي على فكرة بس عايز انت مصطفى مش كده؟ اه انزل الحق مشروع جميل جدا شغله كويس جدا فتخلي عندك اسمع نفسك كده كل الكلام ده مشروع حلو جدا والمجهود كويس جدا مابقاش عامل الست دي الخيبانه كده الخيبانه طول الليل تقدر تعمل له اي حد يقول لها كلمه كده يقفل في اعصابه لا شغل حلو جدا ناقص بس ان مشروع تصفق تعبانه لا هاتوا يعني خلي ثقتك كبيره بتساعدكم مش هنوقع بس يعني الانطباع الاول عن المشروع الحقيقه انا سعيد جدا لازم مباراه لان انا حضرت مناقشه قبل كده فيه فانا يعني بريد على الدكتور اول مره ويشوف الدكتور صحر حضرت معانا كنت حاضر في وسط الترم كان نوع من السيمينار عاملين عن مشروع كارب كان حضرت هذا السيمينار كان جميل جدا مشروع حلو ودي تجيب الصف كده وتتكلم وانت ايه تفرق نفسك كده ده احنا عملناها وراينا كميه التباك اللي هيعدي فيها التيار المفروض تكون كبيره عشان تستحمل الكرنت الحراره الناتجه عن الكرنت مش
ولا مش عارف كده ولا الرقبه ماشي بقى هيتحط ليه فالرقبه لا مش ده ما هو بيقول لك كده زي ما الموتور ده بتقل بنص مثلا عايز يبقى هو اي مكان هو يبقى 45 بس على الفيديو في 45 ولا ممكن الدوين هو مش مش هو بيبدا على ده كان في الاخر بالنسبه على 45 يعني ده بتقل للنص اي مره قول يمين هتبقى نمشي باليمين تجريبي كاستيل في الخطوه يبقى 45 ونكمل هنا تعالى نرجع تاني يا رب لو عايز اقول الدوين حطينا ايه قدر حبه يمين حبه شمال عشان كل ايه الاتجاه كده لما الاتجاه اليمين ده مش هنلف يمين بس بالنسبه بقى للدرايفر في حاجات معينه قررنا نبدا عن الكارت اللي بيعدي حطينا هيت سينك عليه مره واحده ابتدت تقل الحراره شويه وخلي الدرايفر يستخدم الحراره والحراره اللي معاه الحاجه اللي عملناها كمان اللي هو الاكتيفيتي سنسور الاكتيفيتي سنسور هو بيحس الاتزان عن طريق اتزان المردود وهو اساسا بيتحكم في المردود بنفس طريقه فكره تحكم الاكس بيتش على حسب المردود بيبدا يغير اتجاه بالمكان عن طريق زي بقى انا عامل اثنين ليمت سويتش على حسب الطبيعه بتاعه واتجاه بيبدا يغير اتجاه واذا غير الناحيه الثانيه بيغير ايه بقى؟ بنفس ده هي يعتبر في المكان يعني هو اللي بيثبت الكرسي يمين المدور بيمين معاه يبدا يغير الموتور يلف يرجع تاني يرجع الكرسي يرجع في الكرسي بتاعه يبدا يفصل السويتش في حاجه بس كنت بقولها ان احنا ليه اخترنا الموتير دي احنا عندنا دلوقتي الكرسي اللي بيتحرك في الوضع الافقي بيبقى كرسي بيتحكم فيه اللي جاي كله بيتاثر عليه كله بيتاثر عليه احنا عندنا مثلا عندنا الوزن بتاعه اللي هو الوزن بتاع الكرسي والوزن بتاع المريض اللي عليه وكمان عندنا السرعه اللي بتتحرك بيها وكمان الفراكشن فورس اللي بتاثر عليه في الطريق واللي ايه وهو بيمشي فيه فلما جينا نحسب القوه دي وهو ماشي في الاتجاه الهوريزونتال لقينا احنا هنيجي نمشي بالهوريزونتال ده عشان توضيح ليها احنا عندنا هنا افترضنا لوزن الكرسي ووزن المريض هيبقى عباره عن 40 نيوتن والفراكشن كوفيشن اللي هي التبرف في الطريق ده بتاع السير العمق الاتجاه بتاع السير مع الارض 2/10 كمان السرعه اللي بتتحرك بيها 3/4 متر على الثانيه والرياكشن فورس بتاعتها احنا عندنا هنا الوزن هيبقى 2 نيوتن فالرياكشن فورس هتبقى بالزاويه في السير يعني انا لو جبت رابر مع رابر هيختلف وجبت رابر مع سلوك هيختلف رابر مع ميتر هيختلف على اي اساس اقول 2/10 دي من وجهه نظر غير طبعا لما ميتر على ميتر مثلا ممكن يكون بوينت 1 بوينت 2 حاجه زي كده لكن بوينت 2 اعتقد
فأنا عندنا لما جينا نحسب الباور في الاتجاه الهوريزونتال طلعت احنا محتاجين 100 واط، بس احنا حطينا الباور فاكتور اللي هي عباره عن سيت فاكتور الواحد وربع ضربناه في 100 واط فبقت 125 واط، ده في الاتجاه الهوريزونتال. طب لما الكرسي يجي وهو طالع في السلم بتبقى الحسابات بتختلف لانه بيأثر عليه حاجات كتير. احنا عندنا مثلا الكرسي واقف في الاتجاه اللي هو طالع السلم بيأثر برضه عليه الوزن بتاعه، بيأثر عليه اللي هو الريكشن فورس، بيأثر عليه السرعة بتاعته. فلما جينا نحسب هيبقى فينا تحليل قوة، فجينا نحسب الباور بتاعتها طلعت 312.5 واط. لما جينا نحسب زودنا برضه اللي هو السيفتي فاكتور 1.25 فطلعت 300. احنا لازم مش سيفتي فاكتور، سيفتي فاكتور حاجتين خالص. لكن معلش احنا كده بنزيد قصدك كده. بس اوفر لود معناها احنا ما بنبقاش طبيعي جدا على كام. لأي ظرف أي شيء حاجة بزود لنا الباور بتاعنا. مش شرط يبقى سيفتي. فاكتور سيفتي طبعا بتكون بزود مهندس أولى ديزاين. ده حاجة احنا طلعت الباور اللي احنا محتاجينها هو طلعت 190 واط. فعشان كده احنا لما جينا نختار المواتير اخترنا المواتير 24 فولت 10.5 امبير. هنلاقي الموتور الواحد الموتورين بدون اي عوائق وهيديله نقطه الباور. دي الحاجات اللي احنا شرحناها. هل المريض يطلع ضغط وينزل برشه؟ ولا في طريقه في ما نخلي الكرسي يبوظ بحيث يبقى طالع برشه ويرجع برشه؟ احنا مصممين الكرسي اصلا عشان الزاويه دي اصلا ما يطلع بظهره، دي الزاويه اللي بتطلع بيها الكرسي. فاحنا لما يجي الكرسي يطلع لازم يطلع بالزاويه دي. فاحنا عاملين زي ده عشان الكرسي يطلع بالظبط. احنا لازم نطلع بظهره ونزل وشه. وفي هنا برضه زي ما قلت لك عشان الكرسي. هل تورس الوزن والبيشة والقطة 2000 ويجب أن يحاول تجي مرمى مسائل المشكلة؟ هل عندك تورس قد إيه بيشة بعد حد يعني أو زياد مثلاً عن 100 مصنع مشان لحد الكرسي وزن كرسي عمنا مصنع مشان لحد الوزن مصنع وزن مية ده يعني أقل هو أقل من 100 أوكي مع ذلك عمنا مصنع مشان لحد أفهم بيشة بعد عليه 100 تقريباً مرمى حضرتك حضرتك سيبك
دور على ايه تاني في الكون الحاجه اللي هي ايه عشان تعمل ايه هي اسمه بس هتلاقي ادور على الفرق الكون اللي انا محتاجه ما بين الايه ما بين السورس يقدر يتحكم الكرنت اللي انا محتاجه اكتر منها او اقل منها بكتير يبقى الفرق الكون يبقى اكتر من يعني وصل لغايه 8 كويس هتحل بالظبط على حسب هبدا اشوف اعلى من عارف ان هو ده اللي انا عايز بقى ده بالتجربه طب التجربه دي انا يعني انا طب وانت الكريشن كانش العلاقه بين الدنيا والدنيا بين ديات الفور يعني جربت كده مره واستوصل عندي علاقه بين الاثنين هذا يعني اذا اقل من كانت كانت كده دي كانت كده واحده كده عملت بعد كده ثانيه بص بعد كده عملت لا مش عارف يعني لو مش عارف ليه ولا ليه كنت 5 ونص 1.2 انا كده 5 ونص 4 ونص بس كده كده 8 ونص 5 ونص بس كده النص فبريحك انك تفكر علميا مش كلها تجربه خطيره في الاول حد ما تلاقيش اختيارات علميه توصلك لايه اصعب حاجه حسب عشان اللي هو هي اللي طلع لا لا احنا اللي فرضناها عشان عايز احفظ بس عشان على هذا الاساس هقيم كل واحد واحد احنا لما جينا 25 بربع متر بالسنه فرضها ولا حاجه ستاندرد لا احنا فرضناها بحيث اللي هو المريض بس مش عاوز السرعه الجامده قوي فالربع متر بالسنه يعني هتخليه اقل من حصل لها كذا ومش عارف المهندس بقى يقول لي ايه يا اما يقول لي الموتورز مش عارف ايه
هذا شيء كان شيء مهم. اي كلام كده اشتغلت اي كلام ما اعتقد. طب فين بقى حساب الباور وهو طبعا. هاي الريفلكشن كوفيشن داخل في حساب الباور المتغير؟ اه نفس الكلام حتى نفس الكلام ده بقى. وده السؤال برضه الريفلكشن متغير حساب الباور انت مش محتاج مع مين؟ محتاج مع مين؟ انا ده بيطلع حساب بالاكتيفيتي ريفلكشن مش موجود كفايه كل حاجه للدوم رد عليا رد عليا يا مصطفى الريفلكشن ده طالع في فريكشن اصلا؟ ريفلكشن اوبشن لا بس على كده مع الخوارج.
هو طبعا مش فرصه اذا زودنا منكم نتوزع عليها المشروع لا ولا بلاش لا احنا ما سلمناش اي حاجه ثاني في الشغل ذكاء مقصر بلاش بلاش مشروع سنة 2010 حلو بقى في الاول احنا بقى في مجال عادي يعني في حاجات يعني حد في المبادره بالنسبه لي انا عرفت الكلام ده انك انت عديت كذا او المشروع ده كان كذا وانا عملت كذا اللي انت بتقوله هو بس الكلام ده في الاول يبقى انا دلوقتي يعني انا الواحد بقى بس ده دكتور ايوه انت خلاص هتروح وانت هتروح وخلاص وانت هيبقى في المكتب هروح ادور كده على اول حاجه انا بعملها لواحد زي حاجه بصيت لقيت في مشروع بنفس النظام 2019 نفس كلاين جديد شيء اللي هم عملوا ايه؟ ما ذكرتليش انا بتقول مجموعه كده كذا انا عملت كذا عملت كذا عملت كذا وطورت كذا